السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك. وصلنا إلى الحلقة 20 من سلسلة أطباق بلادي المغرب مع مريم بركات، وتأخذنا هذه الحلقات الأخيرة إلى مدينة شفشاون الجوهرة الزرقاء، حيث نتعرف على أسرار تحضير بعض الحلويات الشهيرة من يد متخصصة حلويات وهي الأخت انتصار. قدمنا في الحلقات الماضية طريقة تحضير المحنشة، أيضا الكعب الغزال، وفي هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة تحضير الملوزة، إحدى الحلويات التقليدية المعروفة، وحلوى أيضا بالفول السوداني أو الكاوكاو، وأيضا حلوى بدون فرن. أترككم مع الحلقة 20 وأتمنى لكم فرجة ممتعة. هذه الملوزة اها، دابا حنا اللي كشي اللي لقيناه نصوره. مرحبا، انا خصني ما نفلت والو. مرحبا. الملوزة حتى هي صراحة عندها ملوزة مطلوبة بزاف وعندها حتى هي الأسرار. ضروري. اشنو فيها؟ هذه فيها كيلو د اللوز. المهم انا بغيت كنعمل على حساب، انت غتعطينا قياس ديال الكيلو ياك؟ كيلو ولكن حنا شحال عندي كونتيتي كبيرة. هذه شحال فيها؟ 5 كيلو. 5 كيلو. انت كيلو شنو يكون فيه؟ كيلو عمل فيه 6 البيض، عمل فيه معلقة زبدة بلاش ما تذوبها بوماد، واحد الخمارة حلوة. هذيك الكبيرة 14 ولا؟ اها طبعا احنا كنخدمو بالكبيرة 14. وهذا واللي محكوك عرفتي اللي قشرة قشرة الحامضة محكوكة، شوية د الفاني بودرة وكتجمع. وطبعا اللوز كيكون مطحون طحنة الأولى كما قلت لكم، طحنة الأولى عادي وطحنة ثانية بالسكر كلاصي. كيلو عمل فيه 300 غرام سكر كلاصي. كيلو 300 غرام. المرة الثانية بالسكر كلاصي. ايوا وصافي، خليها الخمارة ما تعملها لاشي ملي تجي ملي تعجنها، ما تعملهاش الخمارة. عجنة وخليها ترتاح شوية. وحتى المهم عطيها شي جوج ساعات الراحه حتى تجي الخدمه، كنخليوها ضروري ترتاح. ترتاح يعني هذا وصل من ديال ضروري تخليها ترتاح شويه. ملي تجي الخدمه عاد جبرها شربت شويه زيده، الا جاتك خفيفه في يدك ولا من الاحسن عمل تقليبه. مثلا حنا كنقولوا تقليبه. شنو هي التقليبه؟ التقليبه يعني كتجرب وحده في الفرن. فهمتي؟ تجربه. حنا تجربه نجربوها. انا تعجبني في الغريبه. ضروري نجربها. واخا يعني كديري تجربيها تشوفيها كتجربها. ديك الساعه كتجرب وحده، الا بانت لك واقفه بزاف زيدها واحد البيطه، وديك الخميره الخماره اللي قلت لك خلط. ديك الساعه بدات خدمه. المهم دابا هي القوام ديالها تحددوا لنا البيض ياك، تنزيدوا البيض تنحسوا بالقوام. والبيض على حساب اللوز، كاين اللوز اللي هذاك الرومي كيقبل البيض ديك الصغيوان. دابا صافي انا زدت البيض خفيفه. تبان خفيفه. خاصها تكون خفيفه شويه باش وكما قلت انا التجربه تنقول لهم ديما في الغريبات نجرب دائما، خاصها والو ندير جوج، خاصها نملوز هذا اللوز ولا الكركاع ولا السينيه كامله. تخسر نتينا تخسر مثلا السينيه كامله وحده تقدير غا مزيان، وحده مزيان تجرب في وحده احسن. صافي دابا هنا زدتي الخميره ولا باقي؟ لا زدتها دابا. دابا انا زدتها، انا لقيتيني عندي كانت كترتاح. دابا انا يلاه زدتها صافي. خلي دابا عندكم اساسيه الملوزه في اساسيه في الافراح ضروري، وكتكون نيت ملوزه. ملوزه كبيره. صافي دابا كتكوره وتكوزها في السكر الثقيل وتشقها. حنا غنشوفوا كيفاش كديروها بال تبارك الله عليك. صافي الله يبارك فيك. من بعد كتكور ياك. كوروها خليها هكذا نكوروها. هذيك مزهر 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 باش تعاون في التكوار. عندها شوية فومة كدوز عليها كتشقها هكذا. نتوما ديما كديروا لها هكذا الشكل ديال الموسامش وكتزيدي الوسط، كتزيدها شوية السكر في الوسط. حنا تنخليوها غير عادي وتتشقق. هكا كتعطي من نظرة مختلف. كاين اللي كيدير غير ثلاثة ياك؟ ثلاثة كيدير وحدة. أنا ولفت نعمل هكذا كتجيني أحسن. زوينة كتعطي المنظر أحسن ثلاثة. درتو التجربة ياك؟ لا قولي قولي السمية الأخرى. تقليبة. تقليبة عجباتني التقليبة، جات مزيانة التقليبة.
ما بقاش نقول التجربة، نقول التقليبة. التقليبة تقليبة تقليبة شونية جات مزيانة. جات مزيانة. تا هي الفران بحال البلا ياك يكون سخون. اها سخون ولكن كنحطها مباشره الفوق. اه ما كديرهاش لتحت. لا لا ماشي لتحت، الفوق مباشره الفوق. اه كتخليها طيب الفوق مزيان تطيب تتحمر من الفوق وديك الساعه تطيب تحت تحمر من جهه. شحال كتبقى تقريبا الفران؟ آه ماشي ما كتعطلش بزاف، خاصه الفران ما يكونش ما بينهم. آه 20 دقيقه هكذاك صافي. 20 دقيقه تحمر. اه من الفوق وصافي. يعني في الاول غتحطيها الفوق ياك والعافيه من تحت منها. اه العافيه من تحت منها. من بعد ديك الساعه صافي ملي تحمر من التحت هبطه العافيه في وجهها. اها خليها تحمر شويه صافي قبلها شويه في الفران وصافي. قلب هنا قلب هنا. هي كتحمر بيضه يعني ماشي داك الحمار. هي لا لا ماشي حمار، ذهبيه. اه عيد ذهبيه. نفس الطريقه ديال بحال بال القرقاع ياك ولا من ولاد بالقرقاع كاينه حنا كنحطوها. لا القرقاع كنعملوها بحالكم مشقه هكذاك وكنزيدوا لها قرقاعه فوق. اه المقادير تقريبا نفس هكا الزبده تقريبا. اه زايده القرقاع كنديروا لها العسل. اه اه كيبقاو نفس المقادير. فيها جوج معلقات عسل والقرقاع كنخلطوا نعملوا نص قرقاع ونص لوز. نص لوز. اه العسل باش يعطي التعليك ياك. اه كيعلك. كاين اللي كيدير جلوكوز باش يعلق. اه حنا كنديروا العسل. العسل آه. صحي احسن العسل. اه ولا الكونفيتور ياك يقدروا يديروا العسل ولا الكونفيتور. اه لكن الاحسن العسل. هي اللي مطوبه بزاف هي الغريبه هاد هي هاد الملوزه غريبه اللوز. اه شنو مازال كيطلبوا لكم؟ غريبه القرقاع. اه غريبه القرقاع على الكعبه حتى هي ضروريه. المحنشة ضروريه. المهم حلوى البلديه هي اللي مطلوبه اساسا. هي الاساس. وهذا هو الشكل النهائي لحلوة الملوزة. وصادفت أيضا طريقة تحضير حلوة أخرى بدون فرن، يعني سهلة سريعة التحضير. هذه قلت لي جوج حلوات زايدين. آه ساهلين ما غيتحطوش مع حلوة الضيافة ياك؟ لا لا ماشي مع هادو نهار الحلة. آه. ولا شنو فيها هاد هذا كاوكاو. كاين الكاوكاو وشي علبه هذا البسكوي اللي معروف اللي كنديروه مع الحلوه. اها كنجمعوهم شويه العسل ولا نسلي ولا اللي كان نسلي كراميل ولا اها اللي كان يجي ماذا فوق. اه شويه الفاني وكنطحنوهم وكنجمعوهم بالعسل. اها وصافي كنعجنوهم بحال هكذا كنكوروهم بحال هكذا. اها ندوزوهم في الزنجلان وندوزوهم في هذا المول هذا على هذا الشكل هذا. اه كنعطيهم هذا الفورم بعد من بعد غنعمرهم بالشوكولا. شكرا. اه ونمزينهم بشي نجمه ديال لاباطاسيك ولا شي حاجه. اه ماشي بالشوكولا شوكولا. شوكولا 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 غنزوقوهم بالشوكولا. انا راح نشد معاكم كاملين. فصلتينا دابا. لا ملي صورت الشاون دبري وليتي شاونيه وليتي تهضري معاهم شاونيه. انتي شاونيه نيت. ولا داك الشيء اصلا عارفه الكلمات. هذه سهله سريعه. سهله اه كتجي مزيونه. نظر زوين. اه حتى المذاق ديالها مزيون. كيجي زوين. هذا الكاوكاو الاخر اللي قلتي لي منقي. اها منقي مصاوب ياك. اه اي نوعيه الرومي اي نوعيه. اه اللي ما بغاش يمرمدو في الزنجلان يمرمدو في الكاوكاو مهرمش ولا في اللوز مهرمش. في الكوك ياك. في الكوك. الحلويات الكوك مطلوبين عندكم لا؟ شويه ولكن اللي مطلوب بزاف هو الكاوكاو واللوز. الكاوكاو واللوز. اه حتى الحلويه سد لكم بزاف الناس كي كتعجبهم. وهذا هو شكلها النهائي. زينتها بالقليل من الشوكولاته البيضاء ايضا شوكولاته سوداء او ايضا بعجين السكر بهذا الشكل. هاد الحلوه هادي حتى هي لقيتكم كتصوفوا. هادي سهله مهله. هادي سهله. هادي باقا ما باقا ما فينيش. ما فينيش واخا تعطينا غير المقادير ديالنا سهله في الخدمه. اها سهله. هادي فيها نص كيلو زبده. زبده تكون نوعيه مزيانه مزيان. بوماد وفيها كاس سكر كلاصي وجوج كيسان زيت علبه ماشي عامرين بزاف
وواحد ثلاثة معالق داك هذا واحد جوج تشوم كاوبيل حنا ما عرفتش مسحوق الكاكاو المر ولا هذاك الكاوبيل الحلو هذاك الحلو انت بغيتي المر لا ما تعملش المر كديروا الحلو الحلو ثلاثه شي ثلاثه معالق ثلاثه معالق وصافي كتخلط هذا المقاده كاملين مع الفاني و كاوكاو كيلو الكاوكاو كيلو الكاوكاو كيلو الكاوكاو كاوكاو مقشر مطحون كاوكاو عادي لا بالقشور بالقشور اللي بالقشور ماشي اللي مقشر هكذاك اللي بالقشور يحمروا حمروا وطحنوا وطحنوا مزيان كيلو كتخلط هذا المقاده كامله وتجمعها بالطحين هي على حسب الخليط وما هزت اي رشتها جا كانت خفيفه لا ماشي بزاف ماشي بزاف يعني كتصيح لكن انت كتقدري ديريها بالمدلك وهذا يعني إيوة. ماشي قاصحه بزاف ماشي ديك الساعه كتلقى بالمدلك وتخرجها اذا قليبات ولا على حسب المشمره ما كايناش اعمل غير غاز المعلقه شويه غاز معلقه تنفخ شويه صافي صافي كتسرحيها بالمدلك حتى الى شدتك وتغشمها على الطريقه اللي بغيتي انتينا كطيبه وتخليها تبرد وتحشيها في الشوكولا غتغمسوها في الشوكولاط في الشوكولاط زوقها زوقها كما بغيتي الطريقه اللي بغيتي صافي تنشوفوا ان شاء الله الصوره النهائيه شحال كتبقى في الفران 25 دقيقه 25 دقيقه حتى 30 ماشي محمره بزاف شويه شيشه كتجي شيشه كتجي مزيانه تبارك الله الله يبارك فيك هادو هما الحلويات اللي قلتي زدتوهم غاديين والاخرى تنشوفوا الفينيسيون ديالها اللي فيها اللي درتوها بالزنجلان واخا ان شاء الله الله ييسر يا الله فيك شكرا وهذا ايضا هو الشكل النهائي للحلوى بالفول السوداني او الكاوكاو قامت بغمرها في الشوكولاته السوداء وزينتها بقطعه من عجينه السكر باللون الابيض وهذا هو العلبة يعني التي يقدمونها عادة يعني في الأعراس للحلويات هنا الحلويات التي قدمناها سابقا وهنا كما تلاحظون يعني حلوى الملوزة هنا أكثر من أسبوع مضى يعني على الحلوى وما زالت حلوى الملوزة يعني فتية وطرية قلب درجة المغرب يعني معلكة لم تفقد يعني طراوتها رائعة جدا وبهذا تنتهي الحلقة 20 وموعدنا مع الحلقة 21 وسوف تتضمن غريبة البهلة أو غريبية الزيت إحدى الأقدم يعني الأنواع الحلويات المغربية وسوف يكون أيضا تطبيق لي يعني في المطبخ الخاص لطريقة تحضيرها من يد الحلوية انتصار أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله